السجل العدلي ما تكونش مجرمه. هاد الزوري اللي غير تزوج بالسعودي ما تكونش عندها سوابق اجراميه وما تكونش كتناول المخدرات. زغريديه ابتسام 150 درهم كيلو ديال البكري ولا الغنم ياك، بينما امراه 80 كيلو ضخمه الجبال من القدام والجبال من اللور ما شاء الله الشحوم واللحوم، بشحال يمكن لك تشريها؟ 100 درهم 200 درهم، يعني 80 كيلو للحم المراه تشري 100 درهم 150 درهم. السلام عليكم الاصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد مع قناه الاوديو سي تي في. اليوم غادي نهضروا على القرار ديال السلطات السعوديه، بين قوسين السعوديه ديك بلاد الحرمين الشريفين وانما ال سلول او ال سعود هم الذين يحكمون الان، على ان فرضوا قوانين جديده ديال الزواج من بعض الدول الاجنبيه. اربعة الدول ما كايناش الجزائر، عندي درت العنوان يعني الواجهه وداك الجزائر، الجزائر ما كايناش على اين، اللي كاين هو بنغلاديش وباكستان وشي دوله اخرى ما عرفتش شنو، والمغرب. المغرب الدوله الوحيده اللي ممنوع على السعوده او للسكان بلاد الجزيره العربيه يعني المنطقه ال سلول يتزوجوا منها. علاش احنا جايين؟ علاش؟ وعلاش الجزائريات ما داخلينش؟ علاش الجزائريات ما داخلينش؟ لان الجزائريات شريفات، وحنا ما حتى واحد ما يتقلق لا مغاربه ولا الى اخره، لان العساكر المجرمين وتحرير العساكر رغم اجرائهم والعشريه السوداء وقتلوا نص مليون ولا ربع مليون من المسلمين في الانتخابات، راكم عارفين هذه البدايه التسعينات، يعني عهد الشاذ اللي بن قديم ولا جديد ومن جاء من وراء علي كافي وبخر ماجي الساط الاخر ديال اللي داروا في كرسي وكان كيدير اللي يديه هكا بنواره الزوفري شنو سميتو بوتفليقه ومن قبله ومن هادي، والعساكر عموما ما عمرهم فتحوا فنادق للسياحه، وللسياحه لا هي السياحه الجنسيه، ركزوا مزيان، الجزائر ما فيهاش فنادق مصنفه يجيو السياح ويدوروا في البلاد ويصيدوا الدريات القاصرات او حتى القاصرون كما وقع عندنا دابا في مراكش الحمراء، عاصمه يوسف بن تجافين، عاصمه المرابطين عباد الله، اللي كانت كتحكم من جنوب فرنسا الى تشاد وزاير وموريتانيا والى ادغال مالي والى دوله امبراطوريه عظيمه، كانت العاصمه هي مراكش. العلمانيين التلاحده في العصر الحديث اشنو جعلوا من مراكش؟ عاصمه للسياحه الجنسيه والقاصرات وما الى ذلك. الجزائر وتحيه للشعب الجزائري، تحيه لاخواننا الجزائريين اللي كنتلاقاو مع مدربين في الخارج وحنا كاملين بحال السمن على العسل، الا واحد ربع الشلابي راه كاينين في الجزائر ذباب الكتروني، ذباب الكتروني يقولون عاش في فركوس، عاش عبد المجيد، عاش شنقريره، كما في المغرب عاش اخناشون ومن جاوره وما الى ذلك، نفس العياشه اللي هنا ولا هنا باش تكون واضحين. اما الشعب الجزائري فتحيه ليه. ونزيدكم قبل ما ندخلوا في هذا الموضوع هذا، شوف الا دخلتي المواقع ديال الزواج وعرض ها اللي باغا تزوج ها اللي نشرت تصوير انا كنبحث على، انا كندخل لهاد المواقع هادي وكنشوف شنو فيهم، كتلقى الاف المؤلفه ديال المغربيات اللي حاطات باغي يتزوجوا الى اخره، مقابل 4000 ولا 10000 مغربيه كتلقى 100 ولا 150 جزائريه، يعني فرق شاسع. باش نكونوا واضحين، باش نكونوا واضحين في المساله، باش بدون مزايدات، السلطات السعوديه وضعات شروط من ضمنها السجل العدلي ما تكونش مجرمه، الزوري اللي غيتزوج بالسعودي ما تكونش عندها سوابق اجراميه وما تكونش كتناول المخدرات. زغريديه ابتسام، ما تكونش تناول المخدرات الشراب والقرقوبي وما الى ذلك. علاش؟ ولات المغربيه مشهوره بالتشمكير، راه كاينين عكاشه اكبر سجن في المغرب فيه المئات الالاف المغربيات القاصرات، وكاين فيهم اللي كيمارسوا النصب والاحتيال. ما معنى النصب والاحتيال؟ كتعطي شي كتخاوين وشركه وهميه وكيديروا كيسميو عندنا الورقه الخضراء، المهم على اي، فخصو يجي السجل العدلي على الاجراء. والسيده واش كاين شي اهانه اكثر من ان كشف انها ما فيكش السيده؟ معنى هذه السيده هذه راه كتنتشر في المغرب كانتشار النار في الهشيم، وبسبب الاباحيه والعلاقات الزنائيه. شوف اللي كيقول لا المغرب ما فيهش هذا الشيء والى اخره، ها هو وزير الذل والعهر ديالكم المغربي، ها خوتي المغاربه، وزير العهر ها هو كيقول لك الا جينا نديروا التحاليل الدي ان اي غادي نلقاو كل مغربيه جاره 20 دري، معناها مدخل 20 راجل ومزوجه بواحد. يعني حنا عندنا واحد المعيوره في المغرب، ملي كنبغيو نعايروا شي واحد كنقولوا له يا اللي امك وحده وباك 10، ملي كنبغيو نعايروا الاخر رائب السباح كنقول له سير انت امك وحده وباك 10، يعني الاختلاط على اي، ها هو بك يقولها.
غادي نقول لك دابا الهاربون والهاربين، ما تنساش راه كاين امك واختك وبنتك ومراتك، اي كاين امو واختي ومراتو بنتي والى اخره. نحن نتكلم عن العصابه الاجراميه، الاشتراكيين، العلمانيين، الملاحده، دعاه الاباحيه، هاد الشرذمه اللي عندنا مسيطرين على الاعلام والاقتصاد والسياسه، هما اللي باغيين ينشروا الاباحيه التامه في المغرب. على اين الجزائر كما قلنا ما داروش فنادق للسياحه وجلب السياح علشان الاقتصاد يزيد القدام وما نعرف الى اخره، وانه يعني عندهم الغاز النفط الى اخره. حنا عندنا الفوسفات وعندنا الذهب كثار من الجزائر وما طفرناهاش، علاش؟ لان العصابه سرقت داكشي ومستولي عليه، والتهريب الى بنما والى كذا كذا. فهنا يعني السلطات السعوديه كتشترط انها ما تكونش عندها سوابق عدليه اجراميه، وما تكونش عندها المخدرات وما شابهها، وما تكونش مدوزه الحباسات والمصائب الكحله وزيد وزيد، ياك؟ هذه راه شوها، هذه شوها واهانه للمراه المغربيه، المراه المغربيه الشريفه مع الاسف الشديد. علاش الخليجي ما كيتحاكمش ملي كيتضبط انه اغتصب ودارو هتك العرض الى اخره؟ علاش؟ لان من الشروط ديال الاعانات اللي كيعطيوها دول الخارج المغرب انه الفرد ديالنا الخارجي اللي هو السعودي الكويتي والاماراتي وما جاوره يجي يفسد ويسكر ويغتصب ويدير اللي بغى، ولكن ما تسجنوش حتى لو تفضحت القضيه، كتفوا دير الكوماساري ومن تبع الطياره وصيفطوا لبلادو، ما تحاكموش. مقابل اش؟ مقابل المعونات وكذا وكذا والى اخره والمساعده. وحنا ولينا طلابه دابا في المغرب، الخيرات ديالنا يعني دا اخرشون وربعتو الخبر في راسكم بلا ما نسميو، ياك؟ وبالتالي نشدوا مساعده من عند الخارج. مقابل اش؟ باش المغربيه تولي عباره على طواليت ياتيو المكابيت من الخارج يتبولون فيها ويمشيو. ودابا هي السعوديه منعات ان الزواج من المغربيات. علاش؟ لان اصلا المغربيات هما اللي كيتزوجوا بزاف بالسواعده، اما الجزائريات وداك الشيء كاين واحد النسبه، واش 1%؟ كاين مصريات قليل داك الشيء، السوريات قليل داك الشيء، ولكن المغربيات الرقم القياسي. علاش؟ لان المغربيه ولات كتبيع الشرف ديالها مقابل الاكل. راه في المغرب يمكن لك تشري، يمكن لك تشري كيلو ديال اللحم، دابا اللحم عندنا غالي، 100 درهم 150 درهم، شحال هذيك 80 درهم، ياك؟ نديرو سيدي 150 درهم، 150 درهم كيلو ديال البكري ولا الغنم، ياك؟ بينما امرأة 80 كيلو ضخمة، ضخمة، الجبال من القدام والجبال من اللور ما شاء الله، الشحوم واللحوم، بشحال لك، بشحال يمكن لك تشريها؟ 100 درهم 200 درهم، يعني 80 كيلو ديال اللحم للمرأة تشريه 100 درهم 150 درهم. وشي مرات تقدر ب 50 درهم في الطوموبيل، هادشي جاري به العمل. يعني هكذا اصبحت المرأة المغربية رخيصة من سياسة التجويع والتهميش، رغم أنك المرأة ما المرأة حصلات وما حصلات، أي اللي قرات وكذا، وراه شحال من وحدة قرات وما لقاتش حتى الخدمة في مصبانة 80,000 فرانك في الشهر، ما لقاتهاش، ما لقاتهاش عباد الله. فما تقولش لي حق الموضوع على زواج المغربيات من السعوديات والمنع، راه خصنا نخلطوا شعبان مع رمضان، على الناس، على الله الناس تفيق من القلبه وتفهم الفيلم في الغادي. راه حنا اصبحنا مدله واهانه امام العالم. فالمغربي، المغربي ما قادرش يتزوج بها، دابا منعوا حتى السعوديين، وكوارث عندنا. شحال من سعودي كيجي يتزوج وكيمشي يسمح فات ما هي ولاده، وعاد تبقى رافعه الدعاوي في المحاكم وجري ما جري باش تلحق شي حاجه. ولكن واش السعودية المرأة تجوج المغربي؟ شو ما تقولها؟ الإماراتية تجوج المغربي؟ شو ما تقولها؟ عيب وعار، لأن حنا كيشوفونا غير في بربار ولا أمازيغ، ولا ما كيشوفوناش تعرب أصلا، رغم أننا حنا عرب وأمازيغ مختلطين وتجوجنا بعضياتنا منذ 1400 عام، والجنس تخلط، ما تفرقش ما بين هذا وهذا. على أين غير هضرة تجبد هضرة. تحية للشعب الجزائري المسلم. عندي أصدقاء ديالي في الديسكوتيكات كيمشيو يقصروا، داكشي الدراري اللي كيجيو جدادين صغارين 20 25 30 عام، كنسولهم كنقول لهم شكون هما الاجناس اللي كيعمروا الديسكوتيكا والحفارم اللي كتمشيو تشطحوا وتسكروا داكشي، يعني كاينين الصبليون بطبيعه الحال هذاك العالم ديالهم، العرب العرب، كيقول لك اغلبيه مغربيات، نادرا ما تشوف تونسيه ومصريه، كاين قليل، ولكن الجزائريه كيقول لك انا ما عمري شفت وحده ولا سمعتها ولا كذا كذا، نادرا. ماشي معنى هذا ما كاينش، كاين الفساد فين ما مشيتي والعور فين ما مشيتي، ولكن الرقم القياسي محط منه الدريات. حتى ديك الطالبه المغربيه اللي كتجي باش تكلم تكمل الدراسات العليا ديالها هنا، والسيمانه الاولى كتفتش على الحفره باش تشد القص وتشطع، علاش؟ خاصها تقلب على شي دراوي تزوج به باش يدير لها الوراق. هذا الشيء بحال شفتوه بعينيكم، يعني صيفطوها والديها تتقرا، ولكن هي كتمشي للحفاري باش تقلب كل واحد شي واحد اللي يدير لها الوراق، صبليوني ملون اسود ما يهمش، المهم خاصها تورق ولاباس باش ما ترجعش للمغرب، خاصها تعيش
الحرية التامة وبدون حسيب ولا رقيب. أرجو أن تكون الصورة بفكرة واضحة، اكتفوا بهذا القدر وما تنساش لايك وسبسكرايب ودعم للقناة، وشكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة.